بالأمس تحدثنا عن مشكلة الموظفين المنتدبين بهيئة التأمينات الاجتماعية. استمعنا لعدد من المضارين، ودخل معنا السيد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، وعلق على هذه المشكلة بعد ما سمع آراء ناس. والحقيقة كان له رؤية وكان له طرح، له كل التقدير وكل الاحترام، لكن بعد الحلقة توالت علينا ردود أفعال عديدة، اعتراض عدد كبير من الموظفين على ما أسموه باتهامات رئيس الهيئة إليهم. جانا رد جماعي منهم، أكدوا فيه أولا أن الموظفين المنتدبين لديهم تقارير تقييم الأداء السنوية بدرجة جيد جدا وممتاز وصالحين للعمل. ثانيا عدد كبير منهم حصلوا على موافقة جهتي العمل الأصلية والمنتدب إليها، ويجدون صعوبة بالغة في تنفيذ النقل بالدرجة المالية. ثالثا الموظفون أكدوا في ردهم على تأثرهم الشديد بتخفيض الرواتب حال عودتهم إلى جهات عملهم الأصلية، ومعهم ما يثبت هذه الحالات. الموظفون المنتدبون أكدوا على احترامهم وتقديرهم للسيد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات، ونفوا تماما أي إساءة لهم له أو للهيئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتقدمون إليه بكل الرجاء بالنظر إلى مشكلتهم بعين الرحمة. هذا رأي الناس، وحق الرد أيضا مكفول لسيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات أو رئيس الهيئة القومية للتأمينات. هو امبارح عمل معانا مداخلة حقيقة، وشرح فيها الوضع من وجهة نظره التي يراها قانونية ووظيفية كما قال.